وصل المحتجون الإيرانيون مظاهرات في مناطق متفرقة في إيران للمطالبة بحقوقهم المدنية والسياسية والمعيشية. وفي شكل آخر من أشكال المظاهرات، وثق مقاطع فيديو احتشاد عدد غفير من الطلبة وأقارب عائلات المعتقلين الذين تحتجزهم السلطات الإيرانية. وسرعان ما انضم مواطنون إيرانيون للحشود أمام سجن إيفين وسجون أخرى احتجاجا على حملة الاعتقالات التعسفية. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالإطلاق الفوري عن المعتقلين. وعلى صعيد الاحتجاجات العمالية، يواصل عمال جملة من الشركات الكبرى في عدد من المدن الإيرانية الإضراب عن العمل احتجاجا على عدم امتلاكهم الأمن الوظيفي وعدم دفع مستحقاتهم. وقد جاء الإضراب تمشيا مع موجة الغضب العارمة التي تجتاح المدن الإيرانية. وقد تظاهر العمال أمام مقار المجالس البلدية في مدنهم وطالبوا الحكومة بحقوقهم المشروعة. إلى ذلك، أكدت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية أن الاحتجاجات الإيرحالية اندلعت بدافع استياء الشعب تجاه النظام الإيراني بسبب ارتفاع الأسعار والخراب الاقتصادي وتفشي الفساد. وقالت رجوي في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الانتفاضة الحالية لا ترتبط بأي فصيل داخلي أو خارجي، وليس هناك أمل في إصلاح أو تغيير تدريجي لسياسة نظام الولي الفقيه. وأضافت رجوي أن ديكتاتورية النظام لجأت إلى قمع واسع النطاق لمواجهة المتظاهرين، وقد قتلت القوات الإيرانية 50 شخصا على الأقل وأصابت المئات واعتقلت الآلاف. وختمت قائلة إنه في ضوء هذا القمع الوحشي يجب على المجتمع الدولي أن لا يلتزم الصمت، ولابد أن يتخذ مجلس الشرطة الدولية الانتربول إجراءات عقابية ضد جرائم النظام الإيراني. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع. مساء الخير أستاذ عبد الله. بداية، كما تعلم بأن التظاهرات التي يقوم بها المعارضون ضد النظام الإيراني مستمرة رغم القمع والتنكيل والانتهاكات التي يمارسها النظام، أنت كمحلل سياسي ما قراءتك تجاه ما يحصل؟ حقيقة لأول مرة نشاهد في تاريخ إيران تحدث انتفاضة للشارع الإيراني في وقت واحد لأكثر من 70 مدينة. هناك قراءة مهمة جدا للوضع الإيراني الحالي، أن إيران تتآكل من داخل بسبب النظام القمعي الذي تقوم به الحكومة والمرشد الإيراني.
نحن نلاحظ في الأيام الأخيرة الرئيس روحاني يعمل على بعض الإصلاحات، لكن هو يغرد في اتجاه والمرشد يغرد في اتجاه ما سيعقد الوضع الإيراني والشارع الإيراني داخليا. حقيقة في شوارع إيران تتصاعد الهتافات المناهضة للحكومة، الموت لارتفاع الأسعار، ومن ثم تحولت هذه الشعارات إلى مناهضة للنظام، الموت للملالة. نعم. وفي حين هذا الوقت يعني هناك انتفاضة وقمع داخلي للشعب الإيراني الذي يعبر عن رأيه دون استخدام أي من الأسلحة أو غير ذلك، وترفع القوات الحرس الإيراني السلاح واعتقالات وموت في عدد من المعتقلين في السجون بسبب التعذيب الذي تقوم به السلطات الإيرانية. أين هي منظمات الحقوق الإنسان مما يحدث الآن في إيران؟ نحن نريد المجتمع الدولي أن ينظر إلى الوضع الشعب الإيراني والشارع الإيراني الذي يعذب ويقتل في السجون الإيرانية تحت عمليات التعذيب والقمع بسبب أنه يعبر عن رأيه، وهذا مطلب وحق لأي مواطن في أي دولة تناهض في ترتفع فيها الأسعار وتعمل على قمع هؤلاء المتظاهرين. نعم. في مناطق مختلفة في إيران. نعم أستاذ عبد الله، من وجهة نظرك ما هي الخيارات التي يواجهها النظام الإيراني الآن مع دخول احتجاجات الأسبوع الثالث وأيضا الضغوطات الدولية المستمرة على النظام؟ أعتقد المجتمع الدولي الآن نشاهد هناك يعني عدم توافق في الرأي حول الأزمة الإيرانية، ربما ساعات ويعلن، نتمنى أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موضوع إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، وهو ما يعني يشير إليه المراقبين أن الأمريكا تغرد باتجاه والمجتمع الدولي اتجاه آخر، لكن نريد تصعيد من قبل وموقف واحد من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان. حقيقة ما تقوم به السلطات الإيرانية الآن من اعتقالات وعمليات مداهمات لمنازل المتظاهرين في مناطق مختلفة، وخصوصا في المناطق شهد مشهد وغيرها من المناطق الإيرانية وأيضا العاصمة طهران، يعني يدعي إلى أن تقوم هذه المنظمات الإنسانية برفع التقارير لمجلس الأمن والمجتمع الدولي ليتخذ قرار صارم بحق هؤلاء النظام القمعي الذي يقوم باعتقالات عشرات الأشخاص ومئات الأشخاص يوميا ووضعهم في سجون، وأيضا هؤلاء الأشخاص الذين قاموا وتظاهروا خسروا كثيرا من ممتلكاتهم إن كانت السكنية، وأيضا هناك توقف لعدد كبير من المؤسسات الحكومية في إيران، إفلاس عدد من البنوك، فقدان المدينة مداخلها السياحية وارتفاع الأسعار وزيادة بعض نسب البطالة. هذه أسباب الفقر الرئيسية داخل الشارع الإيراني أن ينتفض وأن يتظاهر تجاه نظامه القمعي الذي جعله يخسر كثيرا من ممتلكاته الخاصة وثروات الدولة. خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من 3 ملايين نسمة هاجروا إيران إلى دول العالم. هذه مؤشرات خطيرة جدا ما تقوم به الحكومة الإيرانية. لماذا تستخدم هذه الحكومة الإيرانية ونظام الملالي في ثروات الدولة في دعمها للمنظمات الإرهابية في سوريا ومساندة الميليشيات الإرهابية في داعش في العراق؟ أليس بحق الشعب الإيراني أن يكون هو من يستفيد من هذا المال؟ نعم نعم أستاذ عبد الله، أسئلة جدا مهمة جدا لا بد أن ينظر إليها المجتمع الدولي، وأن يقف المجتمع الدولي مع الشعب الإيراني الفقير المظلوم الذي يعيش تحت نظام قمعي ربما أكثر من 40 عاما الآن. نعم أستاذ عبد الله من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع، شكرا جزيلا لك.